اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو عواش تبع المحموديه بحيره ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 1/8/2024 وتعالوا شوفوا اسعار العجول الذكوره اللحم البقري. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا غالي. صباحكم ابيض. عامل ياما الحلو ده يا صاحبي؟ عامل 60,000 جنيته. ربنا يخلي عباد 60 يا صاحبي. كسر حي ولا لباني؟ لباني لباني. بسم الله ما شاء الله 60,000. الله اكبر. يعني السوق مرتاح النهارده ولا غالي؟ حلو معقول. الله يصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي حاج. اللهم صل عليك يا نبي. احمد احمد العمر. بسم الله ما شاء الله. حاج احمد العمر الله يبارك له. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. المال صلاته. المال مراد العتر. ها؟ العتر. العتر اهو. ايوه العتر. ايه يلا. المعلم بسوني ده العتر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. لا عامل ياما ده حج احمد. عامل ياما؟ 80,000. وصور المعلم عوض اللي ماسكه. الله اكبر. من ميال. كم يا حج عوض؟ صباحنا عسل ان شاء الله. صباحك زي الفل ان شاء الله. لحمه مطلوبه ليه؟ 80,000 يا حج. يا حاج احمد قال 80 يا حاج. هو 85 زي الحاج احمد بيقول ارخص عشان بيبوظ العلم في السوق. بريح العم. تصفى علي يا اسحاب. الله اكبر. كسر قد ايه يا حاج عوض؟ 70 يا حاج. كسر جوز يا حاج. كسر جوز. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاة النبي عليها. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. هو ده الزيتون الغطيس يا جماعه. هو ما فيهوش ولا نقطه بيضاء. الله اكبر. اللي حته تحت بيضاء يا حاج عوض. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاة النبي عليها. الله اكبر. لحمه من اعلى لحمه. ماشي كام الكيلو جاي من النهارده يا حاج عوض؟ والله ماشي ايه ماشي في 200 جنيه مش كل اللحمه. 170 ل 175. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. معكم حاجه ثانيه يا حاج عوض؟ بعنا والله. الله يصلح حالك. ادينا الرقم لحد عايز حاجه. 010 19 177 568 568. معاك الحاج عوض العزومه. حاج عوض العزومه يا جماعه. الله يبارك له ويصلح حاله. مالك التقيل في سوق ابو هواش. ربنا يبارك لك يا حاج عوض ويجعل صباعك ابيض ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاه النبي عليها. الله اكبر. الله اكبر. حج هنا والله. صباح العسل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه. ده ب 56,000 الاسمر ده. ده ب 56. بسم الله ما شاء الله. وده ب 8.5. ده ب 58.5. وده ب 57. وده ب 57. الله اكبر. وده ب 52 بالصلاة على النبي بس ما فيش سعر عشان الذبح النهارده ما يعرفش سعرها. لحم. الله يبارك لكم. الله يصلحك. منين يا حاج عند؟ احنا من رشيد. رشيد وتجار رشيد المحترمين الله يقويكم عين. يعني ماشي كام الكيلو قايم ولا موقع كام النهارده؟ النهارده كده ده مضرب 180 جنيه. غالي كده ب 180. ده بيدرب بيدرب 170 النهارده. اللحم التقيل بيدرب 170. انما العدل الجنيه الرباط ده يدرب 180. الرباط يدرب 180. بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندكم لو حد عايز حاجه يا صاحبي ادينا الرقم. طيب 011 250 84 95. الاسم طيب؟ محيي حجازي. المعلم محيي حجازي. ادكل رشيد. رشيد. رشيد وتجار رشيد المحترمين. الله يبارك لكم. اي حد يتواصل معكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لكم. صباحكم زي العسل. ناركم ابيض ان شاء الله. الله يبارك لكم. صباح الخير يا كبير. نارك ابيض ان شاء الله. ناركم زي الفل. الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. عليك يا نبي. الله اكبر. الله اكبر. المعلم ميم. تاجر اللحم التقيل. لا عقله صلاة النبي عليه. بسم الله ما شاء الله. كلمه كلمه. خليه يعد لي جرمي. ب 60 دي ب 60. كام يا صاحبي والله؟ 60,000. 60؟ كلمه يا معلم. طلوقه ماشي. يعني ماشي طلوقه ولحم. كل حاجة. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. تاجر اللحم التقيل. بس. كام يا معلم ميمة بمرد الله؟ يا صاحبي. يا صاحبي. كام والله؟ دي ب 56. 56,000. بسم الله ما شاء الله. يعني السوق هادي النهارده؟ البورصه راح من البورصه 58,000. 58. بسم الله ما شاء الله. حافظ رقمك يا علي؟ حافظ رقمه؟ ايوه حافظ رقمه.
عامل كام يا علي والله؟ 58,000. بسم الله ما شاء الله. كسر حال ولا لبان؟ ده لبان، ده مش ده اللي بيكسر، ده من بليار دي. الله اكبر. ده طحن. اوه ما تسيبه ياخد غايته يا حاج معلمي، ما تسيبه يا عم ياخد راحته. اللهم صل عليك علي من البورصه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب نط على الرجاله دي. الله اكبر. هنعمله عرض بقى. الله اكبر. ادينا الرقم لحد اسحي. 010 140 870 870 26 جايين نقول عايز البورصه. الله اكبر. بتاع الممنوع. قاعد فين يا صاحبي؟ بتاع الممنوع. الله يبارك لك. قاعد فين؟ مركز شبرخيت بحيره ابو يحيى. مركز شبرخيت ابو يحيى بحيره يا جماعه، ربنا يبارك لهم. اللي عايز اي اعداد عجول بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اولاد شاكر يا جماعه، حاج سيد شاكر، المعلم هاني شاكر، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا معلم هاني. صباح الفل يا غالي. الاسعار عاملين النهارده؟ الاسعار احلى اسعار. كام وكام هنا؟ ايه؟ كام وكام؟ عاملين 159.5. الاثنين ب 159.5؟ 109.5. 109.5. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اخر اثنين دول اللي ورا دي معاك برضه يا معلم هاني؟ لا لا اللي ورا مش تبعنا. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اخر اثنين مع المعلم هاني شاكر يا جماعه. ادينا الرقم يا صاحبي لو حد عايز حقيقي. 012 75 99 الله يخليك. 11 اطهر معاك 92. الله يبارك لك. العنوان جراج دمنهور البحيره. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ روح عشان تتغدى مع امك وتروح الفرح. الله اكبر. نعرف الفرح فين يا حاج وائل؟ نعرف الفرح فين؟ صباح الفل يا حاج. الف نار مبروك مقدما وربنا يبارك لكم. ده قرين ولا انتيتين دول؟ ها؟ بسم الله ما شاء الله. انتيتين لحم. صباح الخير يا عمده. كل سنه طيب. الله اكبر. كم بأمان؟ 110,000. الاثنين ب 110. اللهم صل عليك يا نبي. نتيتين لحمة يا جماعة ب 110. الله أكبر. يعني إن شاء الله يندبحوا في الفرح. إن شاء الله. ألف نهار مبروك. واحد يدعوك في الفرح. على راسي يا حاج. نجولك. حجاج برضو؟ حجاج. بتوع لجنة قريبة. حج علي حجاج طبعا قريبة. ناس محترمين يا حاج. الله يبارك لكم وربنا يتمم بخير. الله يصلح حاج. احسن راي الحاج سعد يا حاج. كل سنه طيب يا حاج سعد. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. يا معلمي صباح العسل يابا. اللي جاي لك اهو. اللهم صل عليك يا نبي. اللي جاي لك امانة. عامل كام الحلو ده غير؟ الله اكبر. كم يا حاج ابراهيم؟ الله ب 52,000. 52,000 عجل خصيلة يا جماعة. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز عجل طلوق او لحم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يعني اسعار هادية ولا غالية النهاردة؟ لا الاسعار هادية النهاردة. هادية النهاردة. ينزل في الحتة 3-4,000. حتة نازلة 3-4,000. مفيش سحب اساسا. مفيش سحب برضه. ربنا يرخيها على العباد. نحب نطمن الناس. الله يبارك لك. والله انت راجل محترم. معكم حاجة تاني غيره يا صاحبي؟ لا والله هو ده اللي موجود. طب ادينا رقمك لو حد عايز حي. 012 00 43 77 04 الاسم والمكان. ابراهيم ابو عرب. ابو حمص ابراهيم ابو عرب. يا جماعه اللي عايز اي عجول محياره موجود عنده. ربنا يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع. ده عجول عايز تزويده. دي عايزه تزويد. ايوه ما احنا بنقوله محياره. هتتربط لسه وممكن تندبح برضه يا صاحبي. اللي مستعجل يذبح برضه. ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. اذكر الله. تسمع ذكر الله. قول لا اله الا الله. ربنا يبعد عنك وعننا البلاء. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم.